إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وما زال العطاء موصول، وما زال نور القرآن موصول في هذه الليلة التي ستسجل في مركز منيا القمح، لأن هذه الليلة هي ليلة تكريم الأم التي عاشت الحياة بحلوها ومرها، عاشت طيبة ومات الطيبة، فالله أسأل أن يتغمدها بواسع رحماته. وهي حينما مشى رجل وراء أمه يقبل تحت أقدامها، فقيل له: يا عبد الله، أتقبل التراب؟ فقال له: لقد أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الجنة تحت أقدام الأمهات، فوالله إذا كنت في نعمة من الله فاعلم بأنها ببركة دعاء الأم، إذا كنت في فضل وجود من الله عز وجل فهذا بسبب دعاء الأم لك. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا مرة أخرى لكي نستمتع ونستمع إلى بلبل وكروان الوطن العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمد شوقي عبد الصمد، والذي أتى إلى هنا ليقدم برقية عزاء إلى الحاج محمد القط وجميع عائلات القط وعائلات أبو رشيد، والذي أدعوه الآن لكي يعتلي منصة التلاوة، فليتفضل فضيلة القارئ الشيخ محمد شوقي عبد الصمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حبيبي ربنا يبارك فيك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. يا رب يا رب يا رب. مش محمد وعلي الله يكرمك سيدي. واستغفر الله.
إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إِنَّا
ولا تكن للخائنين خصيما. عليه السلام والصلاة والسلام والسلام. ربنا يبارك فيك يا حاج لطفي. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. محمد يا رب. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. ومن يعمل سوءا
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء.
وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. شهد له أعداء الله في الأرض بالرغم أنهم كانوا مخالفون لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا واستمتعنا بصوت العلم القرآني والقمر اللامع في سماء دولة التلاوة. القارئ والملقب دائما بمدرسة مولانا الشيخ محمود علي البنا رحمة الله عليه فضيلة القارئ الشيخ محمد شوقي عبد الصمد القارئ والمقيم بقرية ميت ربيعة والذي أتى إلى هنا ليقدم واجب العزاء. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام اشكر السادة القراء الذين دخلوا اثناء التلاوة اشكر مولانا الشيخ محمد ابو عيطة اشكر ايضا مولانا الشيخ السيد رضا طنطاوي كما اشكر ايضا مولانا الشيخ السيد غراب اشكر ايضا مولانا الشيخ احمد عيسى الشربجي اشكر ايضا مولانا الشيخ احمد عبد المنعم الشدري كما اشكر ايضا مولانا الشيخ فتحي عبد الحميد السيد كما اشكر ايضا الهرم الثاني من العائلة الطاروطية والذي يجلس ها هنا من صلاة العصر مولانا الشيخ محمد علي الطاروطي اشكر ايضا مولانا
ونجل مولانا الشيخ محمد علي الطاروتي. اشكر ايضا مولانا الشيخ علي محمد علي الطاروتي. اشكر ايضا جميع العائلة الطاروتية. اشكر مولانا الشيخ محمد احمد حميدة. ايها الاخوة المؤمنون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بروا اباءكم تبركم ابناءكم، فمن بر والديه كتب في الالواح عند رب العزة جل جلاله بارا، ومن عق والدي كتب في الالواح عند المولى عز وجل عاق. ايها الاخوة المؤمنون، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الوالدان كنز لا ينفتح الا بعد الموت، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حقا عندما استمع إليه نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا.